الله معكم اخوتي، سلام الرب يسوع بقلوبكم. اليوم مع الحلقة او الفيديو 34 تقريبا، تابع للفيديو اللي حكينا فيه مرة الماضي، لانه عم تسألها هون بنفس السياق. وشوفوا شو بتقلها. بتقلها اختنا ميري الكروا، بتقلها: لو لم اتكلم مع احد بخصوص ما تخبريني به منذ يوم سمعتك، ترى ما كان سيحدث لو احتفظت الأمر بنفسي. فأنت تعلمين أنه كانت لي رغبة شديدة بأن أحتفظ بكل اللي عم تقوليه لنفسي بدون ما أقوله لحدا، بدون ما أبونا موريس اليوم كون عم يعرف عم يخبر الناس على الفيديوهات، بدي أحتفظ فيه لنفسي. شو كان جوابها من المطهر؟ بتقلها أخت ماري جبرايل: حبيبة قلبنا، نشكر الله اللي بعتي لنا هالرسالة، نشكر الله اللي أعطاك أنه تبعت هالرسالة. لقد كنت حرة بالاحتفاظ بكل شيء لنفسك، بكل اللي عم لك. كنت حرة بالأول، بس لو ما أنت حكيتي وبلشت تخبري على اللي عم بيصير معك، وطبعا بناء على نصيحة يعني، كنت أنا قربت وقلت لك ونصحتك أكثر أنه مبلا خبري وما تحتفظي بهالشيء لنفسك أبدا. يعني كانت هي عم تمشيها شوي شوي، مثل ما بنمشي البيبي شوي شوي تيصير يقدر يمشي، يقدر يعرف، يقدر، هيك عم تمشيها فيها. لو ما عملت هالشيء كان بدها تقول لها هي اعملي وخبري. ليش؟ لانه قالت لها الرب يسوع ما بيسمح ابدا بانه تجي كمال او يجي كمال الانسان وخلاصه من السماء مباشره، مثل كانه مخير بدون ما يعرف اي شيء. خلص اعطيت النعمه للابون او للراهبه، مشي تمام، دق 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 مشي حاله، خلص صارت نعمه له، اخذناه على السماء. لا، الرب يسوع بيريد انه الانسان كمان يكون له دور بهيدا الخلاص وبهيدي المعرفة وبيستخدمنا. ليش الله ما كان اساسا في يظهر على الارض بدون امنا مريم العذراء؟ بلا، هيدا الله، بس اللي اختار لإله اجمل واطهر ما خلق على الارض امنا مريم العذراء. وهالقد حبنا، هالقد حب الامومة، تصار عنده ام، انبسطوا فرحوا يا امات. وللي ما عنده اولاد بطمنا انه الله شايفك واهتم بامور كمان امومه مع اطفال اخرين. احساس الامومه ما تشيليه وتقولي الله ما بيحبني، بل قولي شو بدك يا رب مني تعامل. فاذا الرب ما بده لاي انسان يجي الكمال مباشره دغري من السماء، بحب انه الله اللي ساكنين على الارض كمان انه يشتغلوا معه، يكونوا عاملين معي مثل ما اختار تلاميذه. بحب تكون الامور عن طريق المشورات بينه وبين المرشد تبعك وبين الله، وبينك وبين الله. يا رب قل لي شو بدي اعمل، الله يراني، اسال الله. مثل ما الانبياء كلهم كانوا يصلوا للرب ويقولوا لي يا رب ارشدنا شو بدنا نعمل. بكل الانبياء مثل حبيبنا مثلا مارلياس، بكل شيء كان يحكي مع الله والله بيجاوبنا شخصيا بوحي بالهام، والمؤمن بيعرف كثير منيح عن شو عم بيحكي، واللي مش مؤمن يصلي للرب حتى يقول له شو هول الكلمات. على كل، فان هذا لم يصدر منك، انت حكيتي، هيدا ما صدر منك ابدا، بل هو من الله، الهام من الله خليك انت انه تخبري الكل، لانه الله بحب الكل وبحب الخير للكل. واللي بيقبل هو حر، واللي بيرفض هو حر. وبيعرف الله امتين يتدخل بالوقت المناسب لمجده. خلوا الله يتصرف بالتوقيت اللي هو غير توقيتنا. طيب بدي اختم، بتقلها بنوفمبر ان امرأة اخي فلانة، طبعا ما بدها تقول الاسامة لانه عم نحكي بزمن كانوا عايشين فيه، ان امرأة اخي فلانة احي بالمطهر، مرت خيي فلانة احي بالمطهر عم تتألم كتير، قولي للابونا، قولي للأبونا يخفف عنا الألام بالقداس، بترجاكي خلي الأبونا يعمل ذبيحة القداس عنا، عن نيتها مرت خيي، خلي يعمل لها قداس تيخفف عنا ألام المطهر، اعملوا قداديس لموتاكم، خلي يخفف عنا. إن الخاطئ المسن فلان
قد فاز برحمة الله ككثيرين غيره بالخلاص، إلا أنه يوجد في المطهر الكبير. مثل ما بيقولوا نحن على الأرض خلص على شعره، هيدا فلان اللي أنت عم تعرفيه الخاطئ المسن ختيار، خاطئ مسن ختيار، قد رحمه الله، فاز برحمة الله مثل ما كتير بيفوزوا برحمة الله بالخلاص، بس أحوه بالمطهر الكبير. أنا قلت لكم المطهر الكبير، يا رب خلصنا من المطهر الكبير، المطهر اللي فيه آلام كتير كبيرة، بس عم تقلها منيح لأنه خلص. مطهر كبير يعني هالشعرة كانت بينه وبين جهنم، الله يبعدها عنا جميعا، نجينا من نار جهنم. نشكرك يا رب يسوع، الله معكم.